ما وقت الاستحباب؟ نقول وقت الاستحباب أن تفعل الصلاة في وقتها، في أول وقتها، إلا صلاتين. دائما تفعل الصلاة في أول وقتها إلا صلاتين. الصلاة الأولى صلاة العشاء. صلاة العشاء السنة أن تؤخر إلى نصف الليل، آخر الوقت، هذا هو السنة. فمثلا المرأة في بيتها من لم يكن مرتبط بجماعة كالمريض أو الحارس ونحو ذلك، الأفضل إن تيسر أن يؤخر الصلاة إلى قرب نصف الليل حيث يؤديها قبل خروج الوقت. أما المساجد المرتبطة بالجماعات فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أبطأ. فهذه عندنا الصلاة الأولى صلاة العشاء. الصلاة الثانية صلاة الظهر في شدة الحر، ولا يرتبط ذلك أيضا بمساجد الجماعات، فالمنفرد والمرأة في شدة الحر السنة أن يصلوا الظهر، أن يؤخروا الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإبراد أن تؤخر الصلاة إلى قرب العصر، الإبراد أن تؤخر الصلاة إلى قرب العصر. فمثلا إذا كان يؤذن في مثل هذه الأيام الساعة 3:30 نؤخر الظهر إلى الساعة 3:35 بحيث إذا انتهينا من الظهر يدخل وقت العصر. هذا هو الإبراد. فهاتان الصلاتان هما اللتان يشرع تأخيرهما، ما عدا ذلك فإن السنة أن تفعل في أول وقتها.